السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أخواتي معايا. المهم الفيديو اللي غادي نهضروا فيه اليوم غادي نهضروا على الصلح ما بين الزوجين. يعني شحال ديال الأزواج يعني راه في الحقيقة ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثة ماشي أربعة، في الحقيقة راه واحد العدد لا يعصى، اللي كيكونوا بحال دابا مثلا تيكونوا بالنسبة للرجل تيكون غالب على المرأة، ويعني كيبقى بحالها وكي مثلا كيعاديها، يعني كيتخاصم معاها على الأقل من هي حاجة، كيبقى يهينها، كيبقى يتكبر عليها، تيبقى يعني تيصغر من قيمتها، ما تيعطيهاش الوقت ديالها، بزاف ديال الحوايج اللي كيديروا الرجال بالنسبة للعيالات ديالهم، وتيتخاصموا معاهم وما تيبقاوش باغيين يهضروا معاهم ولا راضيين يهضروا معاهم أبدا، واخا المرأة تعرف يعني ما نعرفاش شنو دير، ولكن الراجل ديما اللي فيه هو اللي فيه، يعني كينفر المرأة وما كيبغيش يهضر معاها وما كيبغيش يعبرها وما كيبغيش يكبر بها وما كيبغيش النهار داكشي اللي كان في الاول ماشي هو اللي ولا من بعد الزواج. يعني هذه راه في الحقيقه هذه راه حاله ظاهره بزاف ديال الرجال، يعني راه قليل اللي كتلقاي الراجل كيقدر المراه، والاكثريه كلهم يعني كيبقاو يستهنوا بالعيالات ديالهم. اذا اخواتي اليوم غادي نعطيكم انا واحد الحلول بالنسبه للراجل اللي تيكون ديما معادي مع المراه ديالو، او اللي تيكون مخاص معاها واخا هو ما خاصمش معاها، واخا هي ما دارت لي حتى شي حاجه، ولكن هو اللي كيبغي يتخاصم معاها، هو اللي كيبغي يعاديها، هو اللي كيبغي يفقصها صراحه، وكيبغي يغددها صراحه. واخا تتكون المراه مسكينه ما كتخلي ما دير، واخا كتكون تقوم بالواجبات ديالها، ولكن هو تيدير لها داك الشيء وتيعجبو الحال وكيرتاح ملي كيشوفها راها مفقوصه، تيشوفها مسكينه راها مغده، تيشوفها مسكينه كتبقى تبكي، كتبقى مسكينه يعني ما 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 واحد الحاله كيرتلاها، تي هو تيعجبو الحال وعاد ما كيزيد فيه، يعني ما كي ماشي تيحن عليها من بعد وصافي، وداك الشيء اللي كان فاعل اللي كان اللي قال هو يا صافي راه مشى وترجع المياه ما جا ليها، لا هو تيعجبو الحال وتيبقى داك الشيء يعني نهار على نهار كل نهار، يعني ديما داير ليها بحال هكاك، واخا مسكينه تعيا ما يعني تعيا ما يعني تعيا ما تدير ليه الخاطر، ولكن ما كديرش ليه الخاطر ابدا، هو ما تيعبرهاش صراحه، ما تيعبرهاش شيء. انما بالنسبه للمراه حتى هي عاوتاني ما تبقاش ديما مغوبشه، بالنسبه للمراه ما تبقاش ديما مغوبشه، يعني صراحه الراجل نعطيه الوقت ديالو، نعطيه الوقت ديالو، الا شفتو بحال هكايا يعني ما باغيش يهضر معايا، ما راضيش يهضر معايا، ما باغيش يتصنت ليا، ما مهتمش بيا، نعاديه احسن حاجه، نعاديه ما نهضروش صافي، انا نبدل ديك الطريقه اللي كنت كنتعامل بها، ما نهضروش صافي، لا ما بغاش يهضر معايا ما نهضروش، ما بغاش يتصالح معايا ما نصالحش معاه صافي، ونبدل انا داك الراي داك الشيء اللي كنت انا ديك المعامله اللي كنت كنديرها انا نبدلها، ما نبقاش يعني بحال هكاك ديما انا بحال انا جاريه ديالو، ماشي مراتو، ماشي 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 مراتو، ماشي ماشي يعني متولادو، ما حتى شي حاجه، تيستعملني بحال شي خادمه ديالته او لا شي اله تيستعملها في الدار كيف ما بغى، لا انا نعطي راسي القيمه ديالي، ولكني هو حتى هو نحترمه، انا نوجد لي داك الشيء اللي بغى، يعني كاع المسائل كلها نوجدها ليه، ومنين يجي نحلي الباب ونحلو ليه وانا مبتسمه، نحلي ليه الباب وانا انيقه، نحليه الباب ونحليه ومنين يدخل يلقاني انا في واحد الحله زوينه، المهم انا ندير داكشي اللي عليا، والشي الاخر هو راه عارفه، يعني بغى ترجع المياه لمجاريها تبارك الله، ما بغاش المياه ترجع لمجاريها، راه تيبقى هذاك شغله، انما باش ما نوصلوش للطلاق وما نوصلوش لواحد الحاجه اللي كتكون يعني في الحقيقه يعني غادي تاثر لينا، غتاثر لينا على الدار ديالنا، وغتاثر لينا على الوليدات ديالنا، وغادي يعني غنبقاو شدني نقطع عليك شدني نقطع عليك، لا هذيك ما غاديش نديروها، انما بالحكمه يعني بايات الذكر الحكيم سبحان الله، بايات الذكر الحكيم، يعني غادي نرجع راجلي، غادي نرجعو خاتم بين يديا. المهم اخواتي باش ما نكثرش عليكم الهضره، انا غادي نقول لكم الطريقه وكيفاش غادي ديروا ليها، يعني هنا انا قلت لكم واحد الحاجه، عطيو القيمه لراسكم، ما تدللوش راسكم قدام الرجال، وانما بالنسبه للصلح هكايا يعني باش نصالح المراه مع راجلها، باش نصالح مع راجلي، اشنو غادي ندير اول حاجه، شنو غادي ندير بحال دابا مثلا، غناخذ هاد الكاس غادي ندير فيه شويه ديال المزهر، هاد الكاس غندير فيه شويه ديال المزهر، هذا مزهر يعني داك مزهر اللي كيكون زويون، مزهر انا هنا راني كثرت
المهم بغيتو ديروا قرعه ديال المزار ماشي مشكل، المهم قرعه ديال المزار ولا نص قرعه ديال المزار ماشي مشكل. وغادي ناخذ ورقه ديال سيدنا موسى، هذه ورقه سيدنا موسى، غادي نكتب فيها هذه، غادي ناخذها شويه كبيره، غنكتب فيها سميتي وسميت امي وسميتو وسميت امو. هذه ها هي هاد الطرف، هذا اللي كنقول لكم سميتي وسميت وسميت امي، وهاد الطرف اللي من هنايا سميت، والطرف الاخر اللي من هنايا سميتي سميتو وسميت امو. هكايا وغادي نخشيها في هاد الكاس بحال هكايا، غادي نخشيها في هاد الكاس هكايا، غادي نخشيها. يعني هنا راه فيها غير سميتي وسميت وسميت امي وسميتو هو وسميت امو هنايا هنا. وغادي نبدا نقرا عليها بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اشنو غادي نقرا؟ يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين زوجي، بحال هكايا. وغادي ندير ثلاثه المرات، وعاوتاني غادي نقول يا جامع يا جامع يا جامع يا جامع، هذه من الاسماء الله الحسنى، يا جامع يا جامع يا جامع. المهم غادي نقولها 100 مره. دابا بحال دابا مثلا انا قلت عنه باللولة يا جامع، المهم انا قلت عنه باللولة كيف ما قلت لكم بسم الله الرحمن الرحيم، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين زوجي، ثلاثه المرات. وغادي نقول يا جامع يا جامع يا جامع يا جامع يا جامع يا جامع، تنوصل لعشرة. ومني غادي نوصل لعشرة عاوتاني غادي نقول يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين زوجي، ونعاود في الثاني. انا قلت العشرة الاولين، عاوتاني نرجع يا جامع يا جامع يا جامع يا جامع، تنوصل لعشرة. مني غادي نوصل لعشرة عاوتاني غادي نقول عاوتاني هذه يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين زوجي، وعاوتاني نفت ثلاثة ديال المرات. انا قلت الثانية وعاوتاني نقولها حتى نكمل 100 مرة. غادي نقولها بحال دابا اليوم انا قلتها، غادي نخلي داك الكاس حتى لغد ليه، ونعاود نفس الطريقه داكشي اللي قلته البارح نعاود نقوله ثاني اليوم في هذا الكاس، ونخلي ثاني حتى النهار الاخر ونعاود ثاني نفس الطريقه ثلاث ايام. وانا كنقول هادشي اللي قلت لكم انا كنقوله هنايا في هذا الكاس، وهذه كتبقى هنايا هذه راه فيها غير سمية، المهم الاسماء اللي فيها هنايا صافي. وغادي نبقى نقرا هذه يا جامع بحال هكا، غادي نقرا كيف ما قلت لكم انا ثلاث ايام، وانا كنقراها ثلاث ايام صافي. من بعد ديك الساعه اما غادي نديرها في واحد البخاخ وغادي نقرش على الوجه ديالي، اولا غادي نبقى ندير بحال هكا في يديا وغادي نمسح الوجه ديالي كامل بحال هكايا. هذه اول حاجه دابا انا اللي قلت لكم هي هذه غادي ديروها، المهم ثلاث ايام وانتم كديروا هذه وكتقراو هادشي اللي قلت لكم انا وصافي، وكديروها في البخاخ وكتبقاو بحال هكا تبخوا على 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 هكا على الوجه ديالكم. بخاخ واخا يكون غير صغير هكا غادي ديروا فيه هذا. المهم هنايا ما زهر، هنايا ما ورد، ما ورد انا قلت ماشي ما زهر، ما ورد ما ورد صافي. انا درته هنايا اللي كان عندي قرعه يا نص قرعه ماشي مشكل، المهم ثلاث ايام راها كافيه بحال هكايا ما ورد صافي هكايا. وغادي نخليه بحال هكايا. المهم اخواتي انا قلت لكم دابا على الطريقه ديال اللي غادي ديروها باش سيدي ربي يجمع ما بيناتكم. هاد الطريقه اللي قلت لكم انا يعني راها حتى هي مجربه، ما شاء الله مجربه، يعني ديروها ان شاء الله. وانتم راكم عارفيني انا راه كنعطيكم الحاجه اللي كتكون هي هذيك الحاجه اللي كتكون يعني مهمه، ويعني راها مجربه واكيده. المهم دابا هنايا انا عطيتكم هاد الطريقه ديال ما ورد مع هكايا مع ورقه ديال الرند هي هذه. ثاني حاجة هنا إلا كنتم مخاصمين، يعني مخاصمين يعني أنتي ما كتهضريش هو ما كيهضركش، جاي هنا أشنو غادي ديري هنا؟ يعني هنا راه بلا ما تمشيو لا الشوافات ولا الفقهاء، ويقول لك جيبي ليا وجيبي ليا وجيبي ليا وجيبي ليا وجيبي ليا وجيبي ليا، بلا ما تقول لك حتى شي حاجة. هانتي مخاصمه انت وياه، اش غتقول لك جيبي ليا الملكيه ديالتك هي الاولى، اولا غادي تقولها لك وياك ثم وياك، هذيك الملكيه ديالتك ما تعطيهاش، يعني هذا كيبقى سير ما بيني وبينكم، الملكيه ديال المراه يعني هذا سير كيبقى بيني وبينكم، هذيك الملكيه ديالتك ما تعطيهاش، ما تقفلش عليها، لا هذيك ما عمرك تخليها حتى عندك صافي، ساليتي بها نوضي غسلي وبحال حتى شي حاجه ما كانت، هذيك ما تخليهاش عندك وما تعطيهاش للمراه. تقدري تعطيها ليها ودير لك فيها شي حاجه،
ورجع لك داكشي بالعكوسات. ولا مشيتي حتى بديتي غدوز غير واحد 3 ايام ولا 4 ايام غيولي كرهك نقولوا له غادي يجي كيجري مثلا صعوبات لك شدات جاتي يجري 3 ايام غادي يكرهك ما يبقاش يشوف فيك. شنو غديري؟ تعاودي تهزي ملكيه اخرى ثاني وتمشي عاوتاني عند ديك المراه وتقول لها عافاك ديريها ليا غديرها لك عاوتاني غادي تمشي تيجري يدوز معك عاوتاني ديك يومين 3 ايام غتولي تبالي ليك على عاوتاني ترجع عند ديك المراه. لا 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 هذه ما ديروهاش هذه ما ديروهاش صافي راه بالقران 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 ان شاء الله راه فيه كل شيء راه في الحقيقه راه القران راه كنز من كنوز الله كنز من كنوز الله. انا عطيتكم دابا واحد الطريقه هي اللي غادي ديروها النوب الاولى غادي ديروها ولا بغيتو تعاودوها ماشي مشكل ولا بغيتو ديروها ماشي مشكل غديروها هذيك 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 الورقه ديال الراند اللي كتبقى في الاخر هذيك تحيدوها وديروها غير فشي محيبق صافي وغادي تزرعوها غير فشي محيبق وتقليوها ماشي مشكل. اي ورقه هكايا غادي ديروها تحيدوها وديروها فشي محيبق ماشي مشكل ولا بغيتو تعاودوها عاوتاني عاودوها ما فيها حتى شي مشكل. والحاجه الثانيه هذه الا كان معاديك وكنتو مخاصمين مخاصمين اشنو غادي ديري هذه غادي تقرايها يعني بحال دابا مثلا انا عطيتك بحال دابا مثلا عطيتك ثلاث عندك من الصباح حتى الليل ديريها الوقت اللي بغيتي الوقت اللي بغيتي ديريها ديريها ومن الاحسن من مورا الظهر غادي ديريها ولا جاتك طويله جاك العدد طويل قسمي حتى على ثلاثه ماشي ما فيهاش مشكل قديتي عليها حيت هي غادي تقرايها 199 المره صافي وايا ماشي كبيره ماشي هذا ايا غير صغيره الا كنتي نيت جالسه ما عندك شغل جلسي عليها نيشان وحيديها عليك وغادي تشوفي ان شاء الله داك الصلح واش غادي يكون بينك وبين الرجل ديالك وهذه غادي تبقى عندكم ديما هذه قضيه الصلح غتبقى هذه اللي غنقول لكم انا ديما غتبقى عندكم فين مشتو مثلا الرجل ديالكم بحال هكايا يعني بدا تيتخاص معاكم بدا كيغوت عليكم بدا كينفر من البيت ديالو بدا مثلا بحال هكايا يعني ما عجبوش الحال بدا يعني كيتهز كيف ما كان يعني كي المهم بزاف ديال الحوايج اللي كيديرها ولا كيتعصب ولا تيتعصب ولا كيخاصم ولا كيغوت ولا كشي خلي حتى يخرج نعاود نديرها غنبقى نقراها هذه غتبقاو غير تقراوها 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 وغادي يرجع غادي يرجع من داكشي غادي يرجع غادي يرجع بحال ما فيه حتى شي حاجه غادي يرجع وهو غادي يبقى يعتذر منك. المهم اخواتي انا غنقولها لكم سمعوني والمهم ركزوا معايا وسمعوني وديروها ان شاء الله. انا بحال دابا مثلا عطيتكم ثلاث تقدروا ديروها في اي وقيته في ثلاث المهم انا قلت مورا الظهر يعني كتكون المراه فارغه ما عندهاش مشكل صافي ملي كتنوضي مع الصباح راكي كتقضي الشغل ديالك ملي كتسالي راكي كتجلسي في الدار صافي ملي غتجلسي في الدار غادي ديريها. المهم اخواتي باش ما نكثرش عليكم غادي نعطيها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم وان خفتم شقاقا بينكما بين وان خفت وان خ... وان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. يا سلام يا سلام شوفوا الآية شنو كتقول آية شنو كتقول قرأوا الآية وتمعنوا فيها هذه غادي يتم الصلح بينك وبين الرجل ديالك. هنا هذه كاينة في سورة النساء أنا قلت لكم سورة النساء لحقاش راه كاينه وحده قالت لي هذه في سوره الاعراف وانت قلتي لنا في سوره ال عمران. المهم اخواتي هذه كاينه في سوره كاينه في سوره النساء الايه 35 هذه غادي نكرروها 109 المرات نعاود لكم الايه بسم الله الرحمن الرحيم وان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هنا هاد الآية يعني في الحقيقة هاد الآية ما تفرطوش فيها هاد الآية ديما تكون عندكم ديما وكنوصي الأم توريها حتى لبنتها وكنوصي الأم توريها حتى لولدها وكنخص الأخت تقولها حتى الأخت ديالها. هاد الايه ما كيخصهاش فرقكم
هذه هي اللي غادي تصلح ما بينكم وما بين الرجل ديالكم، هذه هي اللي غادي توفق ما بينكم وما بين الرجل ديالكم. هنا راه ما غيبقاش داك، غادي يولي الصلح بيناتكم، غتولي المحبه بيناتكم، غادي يولي يعني التفاهم بيناتكم، قل النفور ما غيبقاش، يعني الخصومات ما غتبقاش، النزاعات ما غتبقاش، النفور ما غيبقاش. يعني بهذه الايه ان شاء الله راه ديروها وعاودوا ديروها. المهم هذه انا عطيتكم من ثلاث، يعني من الصباح حتى الليل، الوقت اللي بغيتوا ديروها ديروها. بغيتوا مثلا كان عندكم شغل كان ما ساليتو شيء، نقسمها حتى على ثلاثه، نقرا مثلا 30 في الصباح، نقرا 30 مورا الغداء، نقرا 30 عاوتاني مورا 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 هكايا مورا العصر نقراهم. المهم كنكمل 109 109 ديال المرات. هذه في سوره النساء، في سوره النساء انا قلتها لكم، سورة النساء. يعني راه هذيك المرة هذه قالت لي سميتها. المهم شكرا شكرا اختي مني قلتيها لي شكرا. المهم اخواتي هذا الشيء اللي كاين، كنتمنى ان شاء الله، كنتمنى 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 اخواتي يعني هالطرق اللي عطيتكم انا جوج راهم صراحة راه يعني هنا غادي ترجعوا المياه لمجاريها. هنا ما غيبقاش عندكم لا خصومات، ما غتبقاش عندكم النزاعات، صافي غادي يولي الراجل يخرج عادي ودخل عادي. غادي يبقى يعني غيبقى يولي مشوق امتى يكمل الشغالات ديالو ويرجع للدار ديالو، غيولي يكون مشوق باش امتى يرجع ويجلس معاك. ولكن حتى انت يعني قومي بالشغل ديالك، حتى انت بدلي شويه من سميتو. الا كان شي حاجه كيكرهها انت كديريها هو كيكرهها نحيدها، الا كنتي كديري شي حاجه هو ما كيبغيهاش نحيدها. وانا في الدار وانا في داري وسد عليا بابي، ممكن نلبس داكشي اللي بغا هوايا ما عنديش مشكل، ممكن يعني ندير داكشي اللي بغا هوايا ما عنديش مشكل، ممكن الا كان تيبغي الماكياج انا نديرو، كان تيبغي مثلا نعري شعري انا نعري الشعر ديالي، انا في الدار ديالي ندير معاه داكشي اللي كيديرو النصارى مع رجالهم، وهي حلال عندي انا، حلال من عند الله. لحقاش راكي في دارك ومع راجلك، وما نخليش يمشي لجهه اخرى، وما نخليش راجلي يشوف واحد الجهه اللي غتبعدوا عليا وتبعدوا على الاولاد ديالو. يعني كنتمنى اخواتي يعني باش دير باش تطبقوا هاد هاد الايات اللي قلت لكم انا، وراهم بجوجهم في الحقيقه، راه بجوجهم يعني راهم بجوجهم في الحقيقه راهم متساويين، هادي وهادي. هذيك تجمع، هذيك غتجمع ما بينكم ما بين ما بين الراجل ديالك، وهذيك غادي تصالحك ما بينك ما بينك وما بين الراجل ديالك. اذا اخواتي كنتمنى ان شاء الله باش يعني تطبقوا القضيه اللي قلت لكم انا، وهاد هاد 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 المساله اللي قلت لكم انا راها مفيده ومجربه ومجربه ومجربه. هذه راه فين ما تشوفي شي حاجه عندك ديريها، فين ما تكون عندك شي حاجه ديريها، هذه ما تنسيهاش وما تحيديهاش من البال ديالك، وقيديها عندك في الكتاب، وفين ما تكون شي حاجه نوض نقراها، نقراها حتى نتعلم ليها، ومن بعد ديك الساعه غادي نبقى يعني انا نرددها لراسي، نرددها لراسي فين ما تكون شي حاجه حتى يخرج النوض انا ندير داك الشيء بلا ما يسق لي الخبر ما حتى شي حاجه. وممكن اخواتي حتى هذيك اللي قلت لكم الاولى، لا الاولى ولا الثانيه بجوج، وقت اللي بغيتوا ديروهم ديروهم، ما كاينش مشكل، صافي. وحتى مثلا غير هي عاوتاني هذيك الاولى كيخصك انت تقرايها لراسك، هذيك الاولى خصك انت تقرايها لراسك، يعني كتكتبي السميه ديالك والسميه ديال مو بحال هكايا، كديريها لراسك وصافي. ومن بعد كتبقاي هكايا ترشي على 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 الوجه ديالك، كتبقاي ترشي على الوجه ديالك وصافي، وما غتحسوش به هو حتى كيجي للدار وكيجي ناشط وكيجي يعني خاتم بين يديك، وديك الساعه كيجي ما كتبقى لا مشاكل ولا حتى شي حاجه. المهم اخواتي باش بلا ما نطول عليكم، كنتمنى يفيدكم هذا الموضوع، وشكرا والى الملتقى ان شاء الله.